لو الحكاية فيها إن فيديو ماتش قوي جدا، انت بتلعب احسن لعيبه في العالم، والحمد لله انا شايف احنا عملنا علينا جدا في ماتش امبارح. في ناس ممكن تشوف من بره، بس الناس اللي شايفها من بره تقول لك مثلا الدفاع بتاع النادي الاهلي كان حلو والهجوم وحش. انا كرأي الشخصي مثلا كلاعب بلعب هاند بول بقول لا، احنا دفاعنا وهجومنا كان كويس، بس هي المشكله هم عندهم كمان دفاعهم حلو زي ما احنا كان دفاعنا حلو ومخلينهم في الهجوم مش عارفين يعملوا حاجه، هم كمان دفاعهم حلو ومخلينا في الهجوم مش عارفين يعملوا حاجه، هجومنا احنا مش عارفين نعمل معاهم حاجه عشان هم فعلا يعني دفاعهم حلو جدا. مش كتقسيم الهجوم عندنا، انا شايف الماتش خلص 20-16، دي نتيجه كويسه جدا، هم دخلوا فينا 20 جول ما قدروش يكتروا اكتر من 20 جول. انا لحد دلوقتي بقول يعني النادي الاهلي نجح جدا في دفاعه. ماتش النهارده النادي الافريقي ده خلص 17 جول، يعني ماتشين ما عدوش ال 20 جول فيهم، فدفاع نجح جدا. ولو كملنا على المستوى ده ان شاء الله ناخد خمس مع فريق البرازيل ان شاء الله، يعني خمس وست.